يعني يمكن حياتنا سلمى مع هالضغوطات والظروف المحيطة بتحكمها شغلة واحدة، هي الطاقة. ممكن تحركنا هيدا الطاقة سلبا أو إيجابا، ويا ريت دائما تكون إيجابا. بيقول المثل اللي أحيانا ما بنطبقه، دق الحديد وهو وهو حامي. تماما. هون بيطغى التأجيل على الأعمال، وبتكون الظروف خلينا نقول هي شماعة أو كلمة يلا بكره بنعمل هذا الموضوع، فبيعزز المماطلة التأجيل، وهون بنكون طاقتنا سلبية أمام إنجاز أي عمل يومي نحن لازم نقوم فيه. هدول التفاصيل كلنا رح نحكي عنها ونستفسر عنها مع ضيفنا بالاستوديو الدكتور عمر الحلبي، خبير الطاقة الحيوية. سعد صباحك، أهلا وسهلا. سعد صباحكم، يعطيكم العافية يا رب. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يعني اليوم رح نحكي عن شغلات موجودة بالحياة إلا ما يمر فيها الإنسان بيوم من الأيام، يحس إنه هو عنده مماطلة أو تسويف مثل ما بنقول، مو جا على باله يعمل شيء، أو بيصير هذا الشيء عند بعض الأشخاص طبع، بيقول لك هذا البني آدم مستحيل تطلب منه طلب وينفذ لك، يا لازم يضل يماطل يماطل يسوف يسوف. نحكي عن هذا المفهوم بشكل عام قبل ما ندخل ليش هيك بيصير. تمام. الفكرة اللي عم لاحظها أنه آخر سنتين كتران كتير موضوع التأجيل والتسويف عند الناس. هلا هذا الموضوع يعني في له كتير قصص. هلا هو يعني إذا بدي أعرفه، هو أنه التأخير مهمة مثلا لها أولوية عالية لمهمة ذات أولوية أقل، أو المهمة ذات الأولوية العالية لمتعة. كيف يعني؟ يعني مثلا واحد بيعرف حاله أنه هو لازم يروح على الدكتور، بس قال لحاله لا أنا بروح بشوف رفيقي اليوم وبشوف الدكتور بكرة. عطى أولوية أولوية لصديقه تمام اللي هي ما لها أولوية، لا وأجل صحته عليها. الشيء الثاني مثلا المتعة، مثلا في واحد بيكون عنده فحص بعد يومين ثلاثة بيروح مع رفقاته بيشوف مباراة، فهو آثر المباراة أو المتعة على الفحص تبعه، وبالتالي هذا اسمه تأجيل وتسويف. طبعا هو له أعراض كتير. في ناس بتقلك أنا ما بشتغل إلا تحت الضغط، هذا قمة التسويف والتأجيل، إنه أنت ليش تتخلي حالك للأخير. وآخر شيء بتلاقي تعب نفسيا وتعب جسديا لأنه اشتغل تحت الضغط. فموضوع التأجيل والتسويف طبعا له كتير أعراض وكتير. تماما. يمكن دكتور مارق هيك التأجيل خلينا نقول بالشهر مرة من أجلنا شغلة بس، ولكن ما نعتمده نحن نظام حياة يعني. أكيد. ممكن نحن يمكن مع نضوج الإنسان بصير عنده أولويات لشغلات منيحة، ولكن أحيانا بماطل أو بأجل بيكون خايف من شيء معين. يعني مثلا الدكتور، أنا هلا بدي أروح عند الدكتور بده يطلع لي مليون مرض ومليون علة فيني، بس هون كمان هو أمام مشكلة تانية إنه يخلي مرضه يتفاقم. لا، يمكن يبلش علاج بالأول أحسن، وكتير أمور حياتية عم تمشي على هذا الأساس. كيف فيه الإنسان يكسر هذا الحاجز ويقول لا نحن بدنا نعمل هذا الشيء، لو كانت ردة فعله قوية ولكن هي أسلم من ما أنه يتراكم الموضوع علينا ويصير بده علاج. تمام. الأول شيء طريقة العلاج تختلف من يعني طريقة حل هالمشكلة تختلف من مشكلة لمشكلة تانية. يعني كيف؟ يعني أول شيء بدي أشوف شو سبب التأجيل أو التسويف. في ناس عندها تأجيل وتسويف بسبب خوف، إنه هو خايف يقوم بهاي القصة يفشل فيها، فالخوف هو تبعه هو عم يخليه يأجلها. فطريقة علاج الخوف هي إن شاء الله يكون معنا وقت اليوم نحكي فيها شوي. في شغلة تانية مثلا إنه هي مع وقت طويل، مثلا اجى حدا شخص قال لك انه معك شهر لتنجزي هي، ايه يلا شهر معي وقت، بترك حالي لاخر 10 ايام اشتغل فيها بجوز ما لحق. فعندي مشكله الوقت، الديدلاين، انه انا ما عندي مثلا ديدلاين لانجز هي المهمه، مطلوبه مني بس ما حدا قال لي امتى لازم اخلصها. في مثلا في مهمات فيها مواجهه، شلون يعني؟ يعني مثلا ممكن حدا يطلب من حضرتك انك تشتغلي شيء ما حدا بتعرفي انه في بينك وبينه ستريس، فأنا رح أجل هاي المهمة إنه ما بدي اختلط بهذا الشخص، ما بدي أشوفه. في مهمات مثلا في مهمات صعبة أو مستحيلة، يعني هو شايفها بالنسبة له صعبة أو مستحيلة فبيأجلها. في مهمات تانية بيكون عامل المزاجي، بيقول لك أنا هلأ مالي بالمود فما أنا ما حأشتغل فيها هاي القصة. ففي
كل قصة في إلها الحل لحالها. فلهيك نحن بدنا نعرف أول شيء أنا ليش عم أجل. يعني واحد يقعد مع حاله أنه عنده شيء عم يأجله، طب أنا ليش عم أجل؟ بكتب أسباب أنه أنا ليش عم أجل، خايف منه، خايف أو عنده آكل هم أنك تتواجه مع شخص. فمجرد ما أنا بلشت أكتب الأسباب فأنا بعرف أنا وين مشكلتي. طيب بعد تحديد المشكلة، هلا حضرتك حكيت عن الأسباب، والأسباب بتتنوع بين الظروف المزاجية، بين الخوف أحياناً، بين عدم يمكن التواجد بأماكن معينة مع بعض الأشخاص. الأسباب عديدة، ممكن يكون شيء على الآن بالذاكرة من مواقف معينة فصار في عنا مثل ما بيقولوا نأزة، أنا بنأوز أني أتعامل مع هالأشخاص. ولكن بالحياة بدها تمشي، يعني أنا إذا أجلت هذا الشيء شهر أو شهرين بده يمشي، وبعض الأمور ممكن تسبب لي عقوبات. يعني الموظف اللي بيأجل عمل معين بإنجازه، هذا الشيء رح يقلل من تراتبيته، من إنجازيته. خلينا نحكي عن الإنجاز، أنا كيف بقدر أظهر لهذا الشخص اللي عم بيماطل أو بيسوف قيمة الإنجاز لحتى أدفعه ينجز إذا هو ما نو قدران يحلل الأسباب والمشاكل اللي عنده؟ تمام. ما هو هلأ بدنا نشوف المشكلة. مثلاً إذا هذا الشخص عم يأجل بسبب الحالة المزاجية تبعه، فبدي أشوف هلأ في يعني في عنا هون مشكلة العالم ما لها منتبه إلها. عندك نقص فيتامين د ونقص فيتامين ب، هدول بيسببوا حالة إرهاق، حالة تعب، تشنجات، بحس حال الواحد طاقته مستنزفة مو قدران يشتغل شيء. فالحالة المزاجية مرتبطة كتير بموضوع الفيتامينات والمعادن، فبيلاقي الواحد ما قدران يعمل شيء، ما عرفان هو عنده نقص. مثلا في أشخاص عندها صداع، وفي ناس عندها شقيقة وعندهم قلق ما عرفان شو السبب، بتجي بتفوتي على الأسباب بتلاقي عنده نقص ميغنيزيوم. يعني تخيلي شغلات صغيرة عم تعمل مشاكل كتير. نعم. فإذا عنده هاي الأعراض بقول له مثلا خذ فيتامينات كذا، خلال الأسبوع بتلاقيه يعني تماما. هون دكتور أمام يمكن فكرة أنه النشاط، يعني هون خافف نشاطه، مو لأنه هو ما بده يعمل هذا الشيء نتيجة لخمول جسدي أو لا نقص بالفيتامينات. تمام. هلا خلينا نحكي مثل ما بيقولوا كمان الصحه النفسيه، يعني الصحه الجسديه والنفسيه هي مرتبطه، مرتبطين ببعضهم ارتباط وثيق خلينا نقول وشديد. خلينا نحكي عن المزاجيه، الحاله المزاجيه للشخص. احيانا شو عباله يقوم من التخت الساعه 7 ويفطر ويعمل رياضه، ويوم ما له خلق ابدا يعمل شيء. هون شو فينا يعني هيك نعالج الموضوع او نخبره؟ تمام. موضوع كتير سهل. هلا اذا واحد فاق ولقى حاله انه هو طاقته منخفضه، فانا في نصيحه بنصحه اياها، في موجه اسمها موجه بيتا، بيتا فريكونسي اللي هي بين 12 ل 20 هرتز. نعم. في موقع اسمه اونلاين فريكونسي، فينا الواحد يفتح عليه. نعم. فبمجرد ما انا اول ما فقت وانا حاس حالي انه انا كثير عندي خمول وما لي ادران مثلا، اقوم بسمعه مده 10 دقائق برجع بحس بالنشاط. حلو حلو. اي بس اذا كان ما عنده، يعني هي بتحلل له مشكلته مؤقتا. ونرجع لقصه اذا كان عنده نقص فيتامينات ومعادن وهيك، فهو لازم يتعالج. اي فانا بعطيك حل سريع. اذا واحد مثلا مو قدران يركز، في عندنا موجه قمة، اذا انت سمعتها مده 5 دقائق بترجع لحاله التركيز، لانه هي اصلا موجه موجوده بالدماغ. اذا واحد مو قدران يركز، مو قدران يشتغل، حاس بالتشتت، فبس يسمعه بيرجع لحالة التوازن. حلو. من التركيز. طيب هي إذا حكينا مثل ما قالت سالي عن نقطة اللي هي المشكلة اللي نابعة من خلال حالة المزاجية. طب أيضا هناك في شيء اسمه الأولويات. تمام. والمماطلة، يعني كمان نحكي عن كيفية تحديد الأولويات لنخفف من المماطلة. تمام. هلأ الأولويات هي على فكرة مرتبطة بالقيم. يعني كثير أشخاص بسألوا شو القيم تبعك، باللي ما بعرف أو أغلب العالم. القيم هي مثلاً أنت شو القيمة عندك أول شيء؟ في ناس بيقول لي العائلة، في ناس بتقول لي الشغل، في ناس بتقول لي الصحة، في ناس بتقول لي المصاري، في ناس بتقول لي مثلاً الرياضة. كل واحد مختلف عن الثاني. فمثلاً إذا كان واحد القيمة الشغل تبعه هي رقم 5، وبينما هو بده ينجز بالشغل ما عم يقدر ينجز لأنه في عنده قبل، فبده يغير بالترتيب. يعني أنت بدك تعطي، يعني مثلاً أنا بقضي مثلاً مع عائلتي كل يوم ساعتين، بس إذا عندك هلأ ضغط شغل لا، بدك أنت تحط أولويات الشغل قبل أولويات مثلاً العائلة. أنت الأولويات تبعك شو؟ مثلاً واحد يعني بيجي بيقول لي
انا ما فيني الا مثلا اشرب ارجيله كل يوم ساعه. طب انت اعطيت اولويه للشغله، هلا هو بيستمتع فيها، بس انت بالمقابل كمان عم تاجل شغلات مهمه. صحيح. فانا بقول له انه خفف الوقت تبع هي مثلا الارجيله، مثلا بدال ساعه عود مثلا ربع ساعه. ربع ساعه ما بيكون شغل الراس. لا بعد ما يكون شغلها فبيقعد بس ربع ساعه وبيبلش يحط، يبلش من خمس دقائق ينجز شيء مثلا مو قدران يشتغل فيه. تمام. خمس دقائق على فكره كثير مهمه، يعني خمس دقائق انا اذا بلشت اعملها كل يوم هي الخمس دقائق بتصير 10 دقائق، بتصير ربع ساعه. حلو. كل يوم يزيدها خمس دقائق على فكره. في يعني وقت ما بقعد مع الاشخاص بشوف اني يعني بقول له شو كيف بتقضي يومك، يعني صدقيني يعني لا يقل عن اربع ساعات في عنا ضياعه وقت باليوم. نعم طبعا عم بمزح انا هون، نحن امام ترتيب اولويات. أيه. يمكن هيدا الفكره اللي حكيتها والنقطه جدا مهمه، امام انه نحن نعرف شو بالمرتبة الأولى، العائلة، المنزل، العمل. ويمكن دائما نحن من أجمع كلنا أنه لا، عملنا، دراستنا هي من أولويات حياتنا. ففكرة ترتيب الأولويات أحيانا بتحتاج لحدا مساعد. يجوا لعندك أشخاص كتير ما بيعرفوا شو بدهم يعملوا. صح. يعني ضايعين، في عندهم هيك جدول، أعمل هي قبل ولا هي قبل. هون نحن أمام فكرة توجيهية يمكن بيقوم فيها الطبيب أو المرشد ليقدر شوي هيك يحقق توازن في حياة الشخص. نحكي عن التوازن دائما بترتيب الأولويات، ما نعطي وقت لشيء على حساب شيء، وما نشتت حالنا كمان. ما هو أسهل شيء يعني إذا بيحبوا المشاهدين كمان يطبقوها، بس من وقت لما يبلش فيه لغايه ما ينام بس يحط الساعات. انت شو عم تعمل بهذا الوقت؟ يعني من ساعه كذا لساعه كذا شو عملت، من ساعه كذا لساعه كذا شو عملت. عن جد بس واحد يكتبهم، مو هيك يعني يحسبهم بينه وبين حاله، يكتبهم بيشوف وين وقته عم يروح. يعني هون ببين عنده انه الوقت الضايع وين عم يروح. اي ساعتها هون ببلش بقى هلا شوفي صعب انه الواحد مثلا كل يوم بيقعد مع رفقاته ساعة ساعتين مثلا أو بيلعب شدة مثلا يبطل. مع أصدقائه أنه يبطلها، لا، بس فكرة أنه أنا أعرف وين وقتي عم يروح، وبلش بقى أخفف من الشغلات اللي هي أولويتها منخفضة، وحط وبلش حط بداله شيء أولويته أعلى. فهون ببلش الواحد ينجز أثناء اليوم، مو يقول أنا والله كثير بسمع من العالم بيجوا لعندي استشارات أنه أنا وقتي ما عم بعرف كيف عم يروح، عم في الصبح ما عم لاقي حالي إلا خلاص اليوم وما عملت شيء. طيب هون كمان بدي اسالك، بما انه حكينا عن الاولويات وارتباطها بالانجاز وبالمكافاه، يعني نحن بهذا الوقت يمكن كثير ناس بتضلها ناطره المكافاه من برا، انه ما قالوا لي يعطيك العافيه، مثلا بالشغل ما اخذت مكافاه، بطلت بدي اعمل، خلاص ليش فلان تكافئ وفلان ما تكافئ، ليش فلان دائما له ثناء وفلان ما له ثناء، فبالتالي انا ما رح انجز، يعني انا ناطر المكافاه. هي حاله الاحباط تمسك الموظف حتى بالحياه، ليش فلان بيقولوا له يعطيك عافيه وما بيقولوا لي الي، فانا بصير دور على اني انا كافئ نفسي ذاتيا بهي الشغلات اللي بتضيع الوقت. والله خليني اروح اقعد اتسلى هيك هيك، ما حدا سائل، ما حدا عم بيقول لي شيء. طيب المكافأة الذاتية كيف الإنسان بيقدر يكافئ نفسه، وبنفس الوقت إذا هو عم بيعاني من هاي المشكلة اللي هي عدم تقدير المحيط سواء بالعمل أو بالحياة، كيف ممكن يتعامل مع هذا هاي المعادلة؟ خليني. هلا أنت سألتي سؤال كثير مهم، موضوع المكافأة الذاتية ومكافأة الذات، هذا المفهوم عنا يا يعني بهذا المجتمع كثير منخفض، إنه أنا كبدي كافئ حالي، شو هالشيء الغريب. صح. يعني هلا مثال، يعني انه انا اذا انجزت هاي المهمه بكتب انه انا مثلا بدي اروح اشوف فيلم انا بحبه، او مثلا بدي اروح اشتري لحالي شغله اللي بحبها، ما بروح بشتريها الا اذا عملت هاي المهمه تبعي، او بروح مشوار حلو ما بروحه الا اذا انجزت هاي مثلا. يعني مثلا في شغله العالم هيك بتستغربها مني، مثلا وقت لما تخرجت من الماجستير جبت لحالي باقة ورد، فالعالم قال لي مين هيجيب لك اياها؟ قلت له انا جبتها لحالي. اي طبعا انا تخرجت من الماجستير، لا بحق لي انبسط بحالي. ليش لا؟ فالعالم انه اندهشت انه هذا عم يجيب لحاله شيء انه بيشوفوه العالم غريب، بس انت بتنبسط انه انت كافأت حالك بشيء انت مهمه انجزتها، يعني صح. شغله انت عملتها. اول شيء الواحد ممكن يستغربها شوي، بس لا يعني بتصير انت عن جد، يعني بتصير سعادتك داخليه انه انا
عم كافئ حالي لأنه خلصت هذا الشيء حلو أو عملت إنجاز. وهون يمكن سلمى حطت إيدها على الوجع، يعني يلي ما بيقدرنا نحن منقدر ذاتنا. هون نحن أمام تقدير الذات وحب الذات، وهي شغلة كتير حلوة، لأنه إذا حبينا حالنا وقدرنا حالنا نحن حنقدر الشخص اللي مقابلنا، وحيكون عنا هيدا الثقافة. خلينا نحكي عن المهمات المملة والروتينية اللي كل يوم نحن لازم نعملها ومجبورين إنه نعملها وما نمل منها. يعني إحنا كل يوم بدنا نفيق الصبح، نغسل وجهنا، نفرش اسناننا، نفطر، نعمل اشيائنا ونروح مثلا على الشغل او على المدرسه او على الجامعه. على هدول هلا الطلاب اللي هلا كانوا بالعطله عم يفعوا، هلا رح بدهم يروحوا على المدرسه. فهلا هون يعني هي خلينا نقول مهمه ممله كل يوم عم بتصير، كيف فينا هيك نكسر الملل تبعها؟ هلا اول شيء، هلا هي بتختلف من مكان لاخر. هلا اول شيء انا بدي يعني هي المهمه، انا بقدر انه مثلا انه ما اعملها، اذا كان لا انه انت لازم تعملها، فبدي اشوف اول شيء وقت لما بدي اعملها شو الناتج تبعه. هل الناتج تبعه انه انا مثلا هي ممله، بس هل الناتج تبعه انه انا حتقدم بشغلي ولا لا؟ هل الناتج تبعه انه مثلا حيزيد عندي خبره بشيء معين ولا لا؟ نعم. هي بتختلف من حاله لحاله، هي اول شغله. ثاني شغله، في طريقه بيقولوا عنها انه التجزئه، تخطيط التجزئة. شو يعني؟ يعني مثلا أنا يعني مطلوب من حضرتك تشتغلي شغلة مملة تاخد ساعة مثلا، فهي لغة الجسد هلأ عم تذكرك بشغلات مملة. فهي الساعة ما حدا قال لك انك تعمليها انه مع بعض. اسمية، يعني اسمية خلال اليوم مثلا اربع اجزاء، ربع ساعة ربع ساعة ربع ساعة ربع ساعة، هيك ما حتحسي بالملل. بينما مسكتيها كلها كاملة هيك ساعة بدك تعمليها مع بعض حتملي كتير، أو 20 محاضرة هيك. إيه. وقت لما بتجزئيها مثل ما حكيت بين 10 دقائق لنص ساعة، ما عاد يحس الواحد ملل مثل ما هو سواها ساعة كاملة. صحيح. بس هي تجزئة الوقت هي بتكسر هذا الشيء الملل. نعم. يعني سالي، ويعني دائما هيك مثل ما بيقولوا بتحط ايدها على الوجع، هاي المهمات الروتينيه كمان. خليني اقول قديش بيرتبط الانجاز بتخفيض هذا الشعور. يعني انا اليوم لما بخلص شغله بقول خلصت هاي الشغله اللي علي، هذا شعور الراحه الداخلي قد ايه بيمنحني كمان نوع من المكافاه الذاتيه لما بخلص الاعباء اللي علي. مثلا ست البيت، خلصت ترتيب البيت، حدا كان عنده شيء بده يعمله خلصه، أي شيء مهما كان صغير بس يخلص الواحد بحس شوية راحة نفسية. صحيح صحيح كلامك، أكيد يعني بس الواحد يخلص الشيء اللي عليه فهو حيرتاح من جوا، مو مثل وقت لما ينضغط لآخر شيء. فلهيك أنا بقول لهم للعالم دائما إنه جزء الشيء اللي أنتوا عم تشتغلوه ما بتلاقي صعب. صحيح. يعني بينما تشوفه أنت كتلة واحدة، بينما تشوفه شغلات صغيرة بتفرق معنا كثير. احيانا هاجس الخوف بيكون اكبر من المهمه نفسها، ونحن بنخاف من الشيء قبل ما نعمله، وقت نجي نعمله بنقول نحن ليش كنا حاطين مثلا هذا الخوف هذا. تماما. يعني بيكون امامنا خلينا نقول كميه كبيره من الورق، كميه كبيره من ضغط الشغل، يعني عندنا شيء بدنا نسويه، بس نحن نبلش فيه بيمرق مثل الفحص. تمام. فقديش كمان مهم انه ما نعطي هاجس الخوف اللي هي طاقة سلبية اكبر من حجم الموضوع اللي نحن بدنا ننجزه. هلا موضوع الخوف، انت حكيتي نقطة مهمة. في عندي عند الاشخاص عم شوف في شيء، الشيء المعروف اللي هو خوف من الفشل، هذا بنعرفه انه صح. الناس بتخاف من الفشل. الموضوع الثاني العالم ما بتعترف فيه هو الخوف من النجاح. كيف يعني؟ يعني بيجيني واحد بيقول لي اذا كملت هي الشغله ونجحت فيها اكل همها. بقول له ليش؟ شيء بيقول لي خايف من العين، شيء بيقول لي خايف من الحسد. عن جد عم بقول لك عالم عم شوفها انا. شيء بيقول لك انه اذا نجحت بهي الشغله واستلمت هذا المكان او هي الاداره او مدري شو، فالعالم حتصير تحاربني، العالم حتصير تقلي براغي. خايف من النجاح. والله بتصير معنا كثير. ايه. فعلى فكره هي معالجتها اصعب من الخوف من الفشل. خوف من الفشل عرفان انا شو عندي، بس خوف من النجاح هون بقى يعني
هون بيصير بيعمل شو بدي اقول لك، بسموه نحن سيلف سفتاج، بدك تعمل شيء بتبطل تعمله. مزبوط. ايه تدمير ذاتي، انه انا ما بدي انجح ما بدي اوصل لهون. في عالم بتقلي انه بخاف اتغير، بصير مثلا هذا بحث يمكن مطول لازم نحكي صحيح. فيه بحلقات قادمه، يعني فاتنا الوقت، ولكن لسه كمان عندنا اسئله، حيكون لنا وقفات ثانيه معك دكتور. شكرا لوجودك معنا، وان شاء الله يا رب هيك بيكون لنا وقفات لتفاصيل نحكي فيها اكثر. شكرا لاستضافتي معكم، شكرا للاداره. اهلا وسهلا. شكرا لك.